بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بنهضه امنا العذراء وصوم امنا العذراء هنا في ديرها، دير امنا العذراء والامير تدرس بمنفلوط. النهارده معانا قناه ميسات بتذيع القداس، كانت بتذيع امبارح معانا العشيه. بنشكر نيافه الحبر الجليل الانبا ارميه على وجود قناه ميسات معانا. نيافه الانبا ارميه هنا اساسا من قريه الحواتك بمنفلوط، فهو من ابناء هنا. قناه ميسات بتغطي معانا مره قداس مره نهضه، فبنشكر سيدنا الانبا ارميه خالص. النهارده عندنا ذكرى السنه بتاع الشماس كورولوس بشرى، اللي هو السنه اللي فاتت اتوفى قصاد باب الدير في حادثه. فانا برضك احب ان انا اعز اسرته، هما موجودين معانا بيصلوا معانا القداس النهارده. انجيل قداس النهارده اللي ركز في السنكسار هيلاقي بشاره الملاك ليواقيم وحنا بميلاد امنا العذراء. النهارده السنكسار كان بيحكي ان كان في واحده اسمها حنا، دي ما كانش عندها عيال، وكان موضوع عدم الخلفه في العهد القديم ده كان عار، اللي ما يخلفش في العهد القديم دي كانت بتبقى صعبه جدا. عشان كده في انجيل النهارده لينزع عاري من بين الناس، الاصابات قالت الكلمه دي. فكان عدم الخلفه في العهد القديم عدم انجاب الاولاد، فكان بيبقى نوع من ايه، من العار. ففي واحده اسمها حنة وجوزها اسمهم يواقيم، عايشين بقالهم 31 سنه ما عندهمش عيال. 31 سنه وهم كانوا برين، ناس كويسين وعمالين يصلوا ان ربنا يرزقهم بحتة عيل، وعاشوا حياتهم 31 سنة على ايه، هذه الطلبة ان ربنا يرزقهم بعيل. لكن في قرارة نفسهم قالوا ان الطفل اللي ربنا عدهن هنوديه في الهيكل زي صموئيل النبي. يعني حنا نظرت الطفل اللي هيجي انها تأديه لربنا، وكانت هذه الطفلة هي أمنا العذراء. هذه الطفلة كانت أمنا العذراء. عشان كده إنجيل النهاردة الكنيسة جابت أقرب إنجيل ليه هي قصة ولادة يوحنا المعمدان وإليصابات العاقر وزكريا الكاهن اللي داخل في دوره عشان يصلي ويرفع بخور على المذبح، وجاله الملاك غبريال وقال له يلا ايه هتجيب ولد وتسميه حنا. قال له ايه ده، انا راجل كبير ومراتي ست كبير، هنجيب عيال ازاي؟ قال له عشان انت ما صدقتش كلامي ستبقى صامتا، ستبقى صامتا، مش هتتكلم لغايه لما تجيب ايه الولد ده. وفعلا طلع بعد ما قدم البخور مش عارف يتكلم. الله ايه يا عم، ايه اللي جرالك؟ ايه ده، زكريا ما بيتكلمش. فقالوا اكيد شاف رؤية، اكيد شاف رؤية في الهيكل. وفعلا بقى صامتا لغاية لما كملت ايامها وهي جاية تولد. قالوا ايه عايزين نسميه، فكانوا هيسموه زكريا، راح قالوا لا سموه يوحنا. وجه هو راح ايه جاب الورقة وجه يكتب قال يوحنا. في هذه اللحظة انفك لسانه وايه ابتدى ينطق تاني يوحنا. بقى في آية دي اللي هحكي معاكم فيها، لما الملاك غبريال بيبشروا بميلاد يوحنا بيقول ايه، لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. يوحنا دوا هيعمل ايه؟ هيهيئ للرب شعبا مبررا. وفي احدى الترجمات التانية يقول ايه، شعبا مستعدا، شعبا مبررا مستعدا. اللي ركز برضك في البولس النهاردة في آية وانا وقفت عندها شوية كده وقعدت سرحت فيها شوية كده النهاردة، شوفوا الآية بتاعت معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، لأني مشتاق أن أراكم. بولس الرسول بيقول لأهل روميا أنا عايز أشوفكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم. انا عايز اشوفكم عشان اديكم نعمة روحية لثباتكم. اعني
بولس الرسول بيقول ايه؟ يعني ايه بقى ان انا هشوفكم هديكم نعمه روحيه لثباتكم؟ يعني ان نشترك في تقويه قلوبكم بالايمان، ان نشترك في تقويه قلوبكم بالايمان الكائن فينا بعضنا مع بعض ايمانكم وايماني. الايه دي انا هتفكر فيها دلوقتي، ايه هي النعمة الروحية يا معلمنا بولس اللي هتديها لشعب اهل روميا عشان تثبتهم وتقوي ايمانك انت وتقوي ايمانهم؟ ما هي القوة، ما هي النعمة والقوة الروحية اللي يعطيها معلمنا بولس؟ ايه القوة الروحية؟ طب ده انت يا بولس الرسول نسيت انك انت كان عندك قوة مدنية لما كنت واخد تصريح من الدولة الرومانية انك تقبض على المسيحيين وتعذبهم وتسلمهم؟ انت مش كان عندك قوة؟ كان عندك قوة، بس كانت قوة مدنية، مع كان معاه ورقة تصريح من الدولة ان هو ايه يقبض على المسيحيين ويقول ده الرجل ده مسيحي، الست دي مسيحية، العيلة دي بقت اصبحت مسيحية، هاتهم وديهم يلا ايه يتحكموا ويسوقهم مربوطين عشان يتحكموا. مش دي كانت قوة يا معلمنا بولس الرسول؟ كانت قوة. وانت نسيت يا معلمنا بولس الرسول لما كانوا بيرجموا شاول وكنت واقف ومبسوط وفرحان برجم ساعة رجم استفانوس، كنت واقف بتحرس هدوم اللي كانوا بيرجموا استفانوس وكان لديك القوة، بس ايه اللي حصل؟ لا، انا عرفت ان كل دي مش قوة، ده في قوة تاني، ده في قوة تاني، الله القادر على كل شيء، دي قوة ربنا يسوع المسيح اللي ظهر لي في طريقي إلى دمشق وغير حياتي، هي دي القوة. عشان كده الإيمان بربنا يسوع المسيح هي بداية القوة. شوفوا بقى إيه يقول إيه، لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم، نقوي القلب. عشان كده ما بنيجي نصلي بعد صلاة الصلح في الجزء بتاع مستحق وعادي نقول ايه ارفعوا قلوبكم. ليه نرفع قلوبكم؟ عشان تتقوى. ارفع قلوبكم، نرفع قلوبنا. يعني انت يا رب عايز قلوبنا؟ وده اللي كان سبب اختيار داود عن بقية اخواته. يس البيت لحمي، لما صموئيل النبي راح عشان خاطر هيختار واحد من اولاد يسى، افتكر يسى ان هو هيختار البكر الكبير الحلو اللي قاعد يربيه بقاله سنين وايه فيبقى فرحان بيه، لكن مرضيش بالاول ولا التاني ولا التالت. راح قال له ما عندكش عيال تاني؟ قال له في واحد قاعد في الغيط. قال طب هات له في الغيط ده، وراح فعلا جابه وداود. فقال له يا رب انت ليه اخترت داود؟ اشمعنى داود ده؟ قال لا انا اخترته عشان قلبه. يبقى يا رب انت عايزنا ناخد قوة روحية ونعمة روحية لتقوية قلوبنا، وداخل قلوبنا هو الإيمان. عشان كده بيقول معلمنا بولس الرسول ايه، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان. شوفوا احنا كم واحد في الكنيسة النهاردة، وشوفوا بقى كم قلب فينا مستني هذه القوة الروحية والنعمة الروحية، ولا في قلب النهاردة قاعد مش مع ربنا؟ يا ابني أعطيني قلبك. ودي كانت ايه ده، يعني من الحاجات الايات اللي فيها ايه، ربنا بيقول لنا هاتوا. ربنا دايما بيدينا، حتى النهاردة في البراكسيس يقول ايه، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة انما تهبط لنا من فوق، يعني جاي من عندك انت يا رب، كل حاجة حلوة بتيجي من عندك انت، تقول لنا ادوني. يا رب انت يا رب تقول لنا ادوني، بس هتدوني ايه؟ تدوني قلوبكم اقويها، تدوني قلوبكم اثبتها، تدوني قلوبكم اسكب فيها الايمان، اسكب فيها الايمان. شوفوا بقى لما قلوبنا نعطيها لله ويسكب فيها الإيمان ويعطيها القوة والثبات، شوفوا بقى قلبنا يبقى إيه؟ يبقى مستعد. يوحنا في إنجيل النهاردة
كان عشان جاي عشان يعمل ايه؟ يهيئ للرب شعبا مستعدا. لما نقوي قلوبنا ونقول له يا رب اسكب فيها الايمان وادينا نعمة وادينا قوة، قلوبنا هتبقى ايه؟ هتبقى مستعدة. ولما تبقى مستعدة شوفوا بقى هنعيش مع ربنا ازاي. القلب المستعد هو قلب مصلي. ما في بقى ايه؟ في بقى برنامج هنمشي عليه، في نظام هنمشي عليه، في طريقة حياة جديدة. هو شاول، هو بولس، لا اتغير، في تغيير في الحياة. ولما الحياة تتغير في نظام جديد، في طريقة جديدة، في برنامج حياة هينزل بقى يتغير. ده الواحد يعني لما بيغير حياته مثلا من وظيفة إلى وظيفة، ولا من مثلا من مكان لمكان، ولا من رتبة لرتبة، حياته بتتغير. طب والحياة مع الله ما فيهاش تغيير؟ فيها تغيير. لا قدر الله لما واحد مثلا جاله مثلا سكر، حتى نظام أكله بيتغير. مش ده تغيير؟ تغيير. يبقى الحياة مع الله لابد أن يصير فيها تغييرا أيضا. شوفوا بقى لما نتغير عشان نقدم قلوبنا الثابتة والمسكوب فيها الإيمان ما تحيا مع الله، أول حاجة هيبقى عندنا إيه؟ عندنا الحياة المصلية، نحيا معه في إيه؟ مستعدين. أول حاجة بالصلاة، أول حاجة بالصلاة. القديس أغسطينوس له قول جميل يقول إيه؟ ستظل قلوبنا قلقة الآن، ستظل قلوبنا الآن إلى أن تجد راحتها فيك. ستظل قلوبنا قلقة، ستظل قلوبنا مضطربة إلى أن تجد راحتها فيك. وده اللي قاله داود النبي: أما أنا فحسن لي الالتصاق بالله. مش هنرتاح غير عند ربنا، مش هنرتاح غير لما يكون لنا علاقة بالله، مش هنرتاح غير لما نيجي نعمل زي يوحنا الحبيب ونضع رؤوسنا على صدر الله. هو ده كان مكان راحة يوحنا، ده كان مكانه. يهوذا اعتقد انه بالفضة بالفلوس سيجد راحته، بطرس الرسول اعتقد انه بالسيف اللي معاه ويقطع ودن ملخس، العبد اللي جاي يقبض على ربنا يسوع المسيح اعتقد انها دي برضك راحته. التلاميذ لما لقوا ان سيد المسيح خدوه حسوا ان العلية ويقفلوا عليهم الاوضة دي، الغرفة دي، ويقفلوا عليهم الباب، ان هنا دي خلاص هم ايه؟ في امان وفرح. لكن يوحنا كان راحته على فين؟ على صدر ربنا يسوع المسيح. اختلف كل واحد شايف راحته في مكان، كل واحد شايف ان له راح في حتة. لكن في واحد ناصح، في واحد حكيم، في واحد عرف يستغل وجوده قرب من ربنا يسوع المسيح. يهوذا شاف ان قرب من ربنا يسوع المسيح دي فرصة لليهود ان هم يدلوا فلوس عشان يقول اللي هو مكانه فين عشان يروح يقبضوا عليه. ويوحنا كان ايه؟ لا كان حكيما، مش جاهل زي يهوذا. عرف ان وجوده جنب ربنا يسوع المسيح راحته يحط راسه على صدره زي اللص اليمين واللص الشمال. اكبر نموذج واكبر درس واخر درس في اخر لحظات ربنا يسوع المسيح وهو على عود الصليب. واحد كان شايف راحته ان هو يخلص نفسك وايانا ونزلنا عشان قاطر ايه؟ عندنا لسه كام حتة عايزين نروح نسرقهم، عندنا شغل، مش فاضيين للصليب دلوقتي. والاخر لقى راحته فين؟ ان هو يذكرني يا رب ما جئت في ملكوتك. الله، شوفوا ده لحق يعمل ايه وده كان عايز يعمل ايه. يبقى اول حاجة ستظل قلوبنا قلقة الى ان تجد راحتها فيك. شوفوا قصة حصلت في العهد القديم مع دانيال النبي العظيم ايام داريوس الملك. دانيال كان احد الثلاثة المقربين من الملك. دانيال كان يعتبر كان فيه ثلاث وزراء كبار، دانيال كان واحد من الثلاثة الكبار. والملك كان في نيته ان هو يخليه رئيس الوزراء،
الملك كان في نيته ان هو يخليها رئيس الوزراء، وكان تحتهم 120 محافظ. انا بقول بالالفاظ بتاع دلوقتي، عندهم 120 محافظ، وكان دانيال هيبقى رئيس الوزراء على الوزيرين التانيين وعلى المحافظين دول كمان. فايه قال لك؟ لا، احنا نعمل مكيدة في دانيال عشان خاطر ايه؟ الملك يزعل منه. طب نعمل في دانيال ده، ده الملك بيحبه. قالوا بس احنا نروح للملك داريوس ونعظم فيه ونفخم فيه ونقول له محدش يطلب حاجة ايها الملك غير منك انت لمدة شهر، واي حد يطلب حاجة من اله او ملك او اي حد نعمل فيه ايه؟ نرميه في كوب الاسود. والملك وافق وختم بختم. دانيال عرف بهذا الامر وهذا القرار، وقرار ملك، قرار دولة، وقرار صعب. طب هتعمل ايه يا دانيال؟ انا هروح، انا خلاص طول النهار تعبان، انا هروح افتح كده الشباك بتاعي واقف اصلي قبل ما انام. انا اتعودت من وانا في مدارس الاحد وانا صغير ان انا بصلي كل يوم، مفيش حاجة تمنعني عن الصلاة، لازم اصلي. انا اتعودت ان انا يوميا بصلي، مفيش حاجة بتمنعني عن الصلاة. طب ده في امر في الدولة انك ما تصليش؟ لا، حصلت لازم اصلي. طب والامر؟ ما اعرفش، انا هصلي وايه واشوف اللي هيحصل لي، انا لازم اصلي. وفعلا دخل دانيال وصلى في هذه الليلة. شوفوا الكتاب المقدس يقول ايه؟ فلما علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته وقواه مفتوحة، يعني شباكه مفتوح، يعني اللي بره لازم هيشوفه. وجسى على ركبته 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهي كما كان يفعل قبل ذلك. يعني كان معتاد على الصلاة. قلب دانيال كان معتادا على الصلاة. فتقدموا وتكلموا ووجدوا ايه؟ فرصة ان هم يقولوا ايه لدانيال؟ تعالى يلا هنرميك في قبة الاسود. وفعلا اترمى دانيال في هذه الليلة في قبة الاسود، والملك داريوس كان زعلان جدا وايه قلق مش عارف ينام. انا بحب دانيال كده يترمي في قبة الاسود، دانيال ده يترمي في قبة الاسود، يلا يمكن اله ينقذه. فدخل كده داريوس الصبحية ويقول يا دانيال، عايز اقول يعني ها يمكن نلاقي عظمتين ولا حاجه من دانيال كده، حتى نعمل له حتى جنازه عسكريه. ده الراجل كان وزير يعني، وكان على وش رئيس وزراء. يا دانيال اله خلصك يعني، بيقولها كده داريوس يعني. فسمع صوت من تحت قال له ايه؟ عش ايها الملك. ايه ده انت عايش يا دانيال؟ قال له اه. طب الاسود دي انت ايه، كنت واخد معاك اكل الاسود؟ قال لا، الهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود وأنقذ الله دانيال المصلي. أنقذ الله دانيال المصلي، لأنه إيه عاش مصليا وإيه، ولما جرب في الصلاة ما خافش وصلى أيضا، خرج إلى الله مصليا، عاش مع الله مستعدا بالصلاة محصنا بالصلاة. مش ده حسن؟ مش دانيال كان قاعد جوه حصن والاسود بتتفرج عليه؟ حصن ده كان اسمه ايه؟ كان حصن الصلاه. وما اكتر الايات في المزامير داود النبي عن حصن الله في الصلاه وترس الله. ترس يعني حاجه كده ايه، تحوش السهام ايه عن الانسان. فاول حاجه ان احنا نعيش مع الله مستعدين بالصلاه. تاني حاجه ان نعيش مع الله مستعدين بالمحبة. شوفوا بقى ربنا يسوع المسيح يقول ايه؟ بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. دي بقى ايه؟ دي الصفة بتاعتنا ودي الميزة بتاعتنا، دي الملامح بتاعتنا. يعني مثلا ما شوف مثلا واحد صيني والياباني نقول ايه ده من المنطقة دي، اصل شكله كده. طب والمسيحي عنده محبة شكله كده، نتعرف بايه؟ بهذه الصفة بتاعتنا. وبعد كده يجي يوحنا الحبيب في رسالته يقول ايه؟ نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. يبقى لما ربنا بيحبنا واحنا نحبه،
يبقى احنا لازم نعيش مستعدين ايه؟ بالمحبة. طب والمحبة لربنا بس؟ لا، وللجميع ايضا. هذه هي وصية جديدة، ربنا يقول كده، وصية جديدة سيبها لكم، ان تحبوا بعضكم بعضا، ان تحبوا بعضكم بعضا. في قصة برضة جميلة في عهد القديم عن الحتة دي. القصة دي فعلا يعني لما نيجي نفكر فيها بالمفهوم البشري بتاع دلوقتي صعب تنفيذها. لو مثلا اتنين اخوات، واحد مثلا ظلم اخوه في ورث، لو واحدة مثلا اتنين مثلا انت واختك في تقسيم ذهب ولا تقسيم ورث، واحدة خدت اكتر من واحدة، تفضل زعلانة منها العمر كله، وتفضل شايلها لها، وتفضل زعلان من اخوك، اصل مش عارف ساعة ما كنا بنقسم انت خدت ايه وانا ما خدتش ايه. طب تعالوا نشوف بقى يوسف الصديق عمل ايه مع اخواته. شوفوا بقى، ده مش بيقسمه هو خد حتة وده خد حتة، لا، ده واحد خدوا هدوم ورموه في بير وباعوه وخدوا تمنه وراحوا ادعوا لابوهم، او ايه، كذبوا لابوهم ايه، وحش افترسه. يعني ده مش واحد بقى ايه خد منه جزء، لا، ده عمر، ده خدوا منه عمر، خدوا منه هدومه وباعوه وايه ورموه، يعني سابوه خالص. شوفوا بقى بعد بقى ابونا يعقوب بقى لما مات، شوفوا ايه اللي حصل. ولما راى اخوة يوسف ان اباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا نحن به. كانوا خايفين ان هو ايه يوسف بقى. ويوسف ده كان مين؟ ده كان مخلص العالم، ده كان صفنات في حنيح مخلص العالم، الرجل الثاني في الدولة بعد فرعون اللي انقذت العالم كله. يعني كان عنده قوة ما بعدها قوة. يمكن يوسف لما ترمى في البير لو كان واحد او اتنين من اخواته مسكوه، كان ممكن يكون عنده قوة بدنية انه يقدر يضرب اخوه، كان ممكن، كان يكون لسه شاب صغير. ولو واحد او اتنين مش العشرة، لان كان في واحد ساعتها كان بعيد شوية، لا، يعني كان ممكن عنده قوة بدنية يقدر يدافع عن نفسه. لكن دلوقتي بقى مش عنده قوة بدنية، ده عنده قوة عسكرية. يوسف في هذا الوضع ده كان عنده قوة عسكرية ان هو يموت اخواته ومراتاتهم وعيالهم ويبدهم من الارض، كان عنده قوة. فقالوا ايه بقى؟ راح قالوا ايه ليوسف؟ ابوك اوصى في وصية. ايه الوصية؟ الوصية هتديني حاجة؟ ده انا راجل التاني في العالم دلوقتي، هتديني ايه؟ قالوا ابوك اوصى ان بعد ما موت قولوا ليوسف انه يصفح عن اخوته. دي الوصية انه يصفح عن اخوته. فراحوا ايه؟ راح يوسف قال لهم ايه؟ لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم بي شرا، اما الله فقصد بي خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. لان بحلم فرعون وبمشورة يوسف انقذ العالم من الجوع. لا تخافوا. وبعد كده قال لهم ايه جميلة جدا، ما تخافوش، انا ايه هعولكم، يعني انا هصرف عليكم انتم واولادكم وعزاهم وطيب قلوبهم. جبت منين هذه القوة؟ منين اتتك قلبك دوا؟ تخيلوا لو اي واحد فينا حصل معاه موقف زي كده، ان اخوه زعله في حاجة ولا خد منه حاجة، انهي قلب هيبقى عنده تسامح ومحبة انه يصفح عن اخوه. انا هحكي لكم موقف، انا بقعد تقريبا كل شهر او شهر لخمس اسابيع في المجلس الاكليريكي. موقف كده يضايقني من احد الازواج، قال كده موقف، قال لو مراتي عملت ايه مش هصالحها. وكانت مشكلة أسرية عادية، يعني مشكلة يعني عادية، يعني الحاجة بتاعت البيت العادية، المشاكل العادية، وزعلوا من بعض وبقى الموضوع كبير خالص وسابوا بعض كم سنة. ولسه الأسبوع اللي فات كنا قاعدين في المجلس، فدخل يقول لي أنا مش هسامحها. طب
انت تعمل فيك اللي تعمل في يوسف؟ لا، انت تاخدت هدومك وترميت في بير واتبعت بالمال. تخيلوا واحد يتباع لا، ويبقى عبد بعد ما كان ابن عز وعنده بقى قميص ملون، يتباع عبد. عبد يعني لا له هدوم ولا له قيمة ولا له صوت ولا له أي حاجة، ده عبد عبد. طب إن يا ربي جبت منين هذه القوة يا أبينا يوسف العظيم؟ جبت منين هذه القوة؟ لا، أصل أنا قلبي كان مع ربنا، أنا قلبي مستعد، أنا قلبي يحيا مع الله مستعدا وفيه الصلاة والمحبة. عشان كده بقول لكم الآية دي: لا تخافوا أنا أعلكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. عزاهم وطيب قلوبهم بقوته المدنية وقوته العسكرية، ده يموتهم، لكن إن هو متعزي قلبه متعزي بالله. لما ترمى في البير كان متعزي، لما اتباع كعبد كان متعزي، لما عاش في بيت رئيس الشرطة كان متعزي. ليه؟ هو كان متعزي، مش زي امرات فوتيفار اللي كانت عايزة توقعه في الخطية. لا، ده مش ايه، مش هو دي المحبة والفرح اللي كان عايز يعيش في يوسف، لانه كان ممكن كعبد يطيع، لكن لا، كان قلبه ممتلئ بمحبة الله. فعشان كده لما نخرج او نعيش مع الله، نعيش معهم مستعدين بالمحبة ومستعدين بالصلاة. طب ازاي يا رب اعيش معاك وانا مستعد؟ ايه اللي انا اعيش بيه في حياة الاستعداد دي؟ حياة الاستعداد بنيجي بنصلي في صلاة نص الليل كلمة جميلة وصلاة جميلة جدا: توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. يعني واحد كل يوم بيقول لنفسي خليك مستعدة، خليك زي العذارى الحكمات. الكنيسة حطت لنا انجيل العذارى الحكمات نقراه كل يوم ونصليه كل يوم في نص الليل عشان نعيش مستعدين، ما نبقى زي الجاهلات. توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة، توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. عيش يا نفسي مستعدة بالجهاد الروحي، اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الايمان اللي كان بيقول عليه معلمنا بولس لاهل روميا. يبقى نعيش بالتوبة ونعيش بالجهاد الروحي، نعيش ومستعدين كمثل العذارى الحكمات بالزيت الروحي، الزيت المصباح الروحي بتاعنا. يا ربي يا ترى هو منطفي ولا منور كده وحلو؟ الروح فينا حرينا في الروح ولا مطفيين الروح جوانا؟ كل واحد يشوف المقياس بتاعه، ده اللي عنده عربية لو عداد في العربية قصاده عطل يخاف، يقول لك لحسن تانك البنزين يفضى وما اشوفش التانك، لا انا لازم اصلح العداد، ولا السرعة تانك السرعة بتاع باص لازم اظبط اعداد السرعة، ولا المؤشر بتاع الزيت لحسن الزيت يحصل حاجة، ولا المية يحصل في حاجة، لازم العداد يتظبط. طب والعداد الروحي بتاعنا، العداد بتاع الروح بتاعتنا نسيبه بايظ ولا نشوف المؤشر؟ الروح حرة ولا الروح مطفية ولا الروح حزينة؟ ما في حرينة في الروح وفي لا تطفئ الروح وفي لا تحزن الروح. يا ترى المؤشر جاي على انهي علامة في التلاتة؟ في حرارة الروح ولا في انطفاء الروح ولا في حزن الروح؟ كل واحد هو عايش مستعد مع الله لازم يبقى عينه ايه؟ عينه على العداد ده، عينه على العداد دي. يا ربي العداد بتاعي ها جايب كام؟ ها لا روح حلوة كده وحرة، ولا الروح مطفية وكسلانة كده وفي حالة فطور، ولا الروح حزينة اساسا ومحدش بيدور عليها خالص، ولا بصلاة ولا كتاب مقدس ولا صوم ولا ايه عمل الرحمة. كل واحد يقيس على عداد الروح داخل قلبه عشان نعيش مع الله، نعيش مستعدين ونعيش ايه زي ما يوحنا المعمدان جه يهيئ للرب شعبا مبررا مستعدا، نحيا مع الله في
حياة الاستعداد ونحن مصلين ونحن محبين لله محبين للجميع وللآخرين والعمل الرحمة ونعيش معه مستعدين بالتوبة والجهاد الروحي والزيت أو الحرارة الروحية. ربنا يحافظ عليكم ويجعلنا إيه يعني فرحانين كده دايما بنهضة أمنا العذراء بصلوات صح البابا تودروس الثاني. ونشكر نيافة الحبر جليل أنبا أرمية على قناة نساء اللي بتزعلنا قداس النهاردة، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد أمين.